مذلة مهينة لمدة 444 يوم. هناك أسر أمريكية بقى والإعلام طبعا ناقش الموضوع وخلاها هي نقطة التركيز لمدة سنة وشوية، بيقول لك احنا ولادنا جوه هذا المقر واحنا عارفين بيحصل لهم ايه. طبعا كان وضع مهين جدا 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 مع اله اعلاميه ضخمه بتضغط على الرئيس وعلى الحزب الديمقراطي، فانتهى بالحال انه خسر امام من بدا انذاك انه رجل قوي، مش مهم بقى صح ولا غلط، المهم انه شخص قوي يعيد لامريكا هيبتها وكلام زي كده. نفس الكلام مع تشارل ديجول، نفس الكلام مع جاك شيراك. ففكره هل في غلطه كبيره حصلت في مصر خلال الاربع سنين اللي فاتوا؟ هل مثلا بعتنا قوات لليمن وما رجعتش؟ هل مثلا جزء من ارضنا احتل ومش عارفين؟ هل في هزيمه عسكريه من نوع ما؟ لا. هل مثلا في فساد رهيب مش عارف ايه؟ هل في تزوير او تزويث اللي احنا قلنا تزويث اللي هو التزوير من اجل التوريث؟ الاجابه على الحاجات دي كلها لا. فالناس تقول لك يعني طب نغير ليه؟ يعني ايه فكره التغيير يعني؟ فمره ثانيه أنا والمصريين في هذه اللحظة مش بيتصرفوا خارج نطاق ما هو طبيعي في مجتمعات العالم المختلفة. ممكن تلاقي بالذات في المجتمعات اللي هي بيبقى فيها نظم برلمانية حيث أنه ما فيش حد أقصى لعدد سنوات تولي المسؤولية، فتلاقي مثلا الرجل زي مثلا